وش نقول لك، كانت مباراة من فريق ترجي رياضي تونسي، كانت مباراة على المرتبة الأولى، وكانت مباراة مليحة وأجواء رمضانية. إن شاء الله دوكا ننتظر أهلي في الزوج متأهلين، إن شاء الله ننتظر دوكا القرعة، إن شاء الله لما لا نروحوا بعيد في الزوج، إن شاء الله في نروحوا في كأس إفريقيا. وش نقول لك، إحنا اللي همنا إحنا حقنا هو التأهل، جينا نلعبوا على بونيس على المرتبة الأولى. الحمد لله دوك حنا رانا في المرتبه الثانيه وليجا، ان شاء الله مرحبا به في الدور. احنا رانا متاهلين حظوظ تبقى قائمه، وان شاء الله لما لا ناخذ ابعد مباراه في كاس افريقيا. واش نقول لك، ترجي تونسي فريق كبير، ان شاء الله نتمنى له كل خير، وان شاء الله لما ان شاء الله يكون نهائي باك شباب الوجده الترجي الرياضي تونسي. ان شاء الله واش نقول لك، واحد يخدم ويخليه على ربي، والخدمه هي سير ناجح.